راح ناخذ من بلت انستازيا الجديد هذا اللون البني، راح نحطه بهالمنطقة. اوكي، بعدين من بلت انستازيا بعد بهاللون، هذا اللون الاحمر، نحطه هنا. اوكي، الحين حطيت البني تحت، راح اجيب اللون الاورنج شوي وادمج تحت العين. اوكي، الحين راح احط تحت الحاجب ابيض. اي طبعا دائما ابيض تحت الحاجب. بنصرف عن هذا الجميل مره ثانيه، اللي هو باليت انستازيا بيفرلي هيلز بالتعاون مع جاكي اينر. روعه الباليت، استخدمت منه وايد درجات. مثل ما تعرفون في كل باليتات انستازيا بيفرلي هيلز شيء من الاي شادوز يتناسبون اكثر عن الباجين، بس اللي فيهم لمعه ولا غلطه. والصراحه الدمج بالنسبه لي انا ما عندي مشكله، الالوان وايد حلوين. اختارت باليت بدرجات كلنا نقدر نستخدمها. درجات الاي شادوز بتشوفون ولا اروع. اختارت درجات، يعني صح ممكن تقولون اول ما تشوفون الباليت انهم ما يناسبون بعض، بس يسوون لكم وايد لوكات. استخدم لون اسمه كريدت بالفرشه هذه. اوكي، اللون هذا اسمه زامن، اللي انا استخفيت عليه، حاطه بصبعي عشان لا يوفر تحت. هذه الفرشة من ادمج نفسه جنجر وبدمج هني شوي، حطيته هني عشان ابرز التفخة. كولابوريشن انستازيا وجاكي. جاكي اليوتيوبر هي سمرة، اذا سويتوا عليها سيرش او شفتوا القناة مالتها راح تشوفونها. كانت بالكويت عايشة. الالوان تشوف طبعا بنفسجي بعد، والوردي مبين انه طاغين هالموسم. وشوفوا هذا، شوفوا هذا اللون الزيتي على بني على عنابي، حق الاشتائيين الوان كلها تشوق. ما قلت لكم هو نازل الايلاينر مع هذا البالت، بس انا خذيت من لندن صراحه هذا وايد ينن، ونزلته بالبوتيك بهذا ينن الوردي مع بني، يطلع عجيب. شوفوا الالوان من غير فلاش، شوفوا الاخضر شلون، والليمتد اديشن تراها ينن، الوانه بيرفكت هذولي حسين، وراح تبدعون فيه خصوصا هذا. الذهبيات يعني اكيد الاحمر والبنفسجي درجته وايد حلوه، وهذول الاثنين هبلون، مو الوردي الوردي البايخ، لا الوردي اللي جاي على احمر شوي. هذا شنو هذا؟ من صدقهم هذا لازم تنزله بكل باليت صراحه. بنات، نازل باليت انستازيا الجديد طبعا بالوان الموسم الجديده. شوفوا الالوان شلون تشوق، بجربه واراويكم. شوفوا شلون الالوان قويه وواضحه وما تحتاج برايمر، مسحه واحده وايد 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 حلوه الالوان. طبعا كعاده باليتات انستازيا اللون واضح قوي ما يحتاج برايمر علشان يطلع معك، يعطيك من الاخر. شوفوا الالوان مع الفلاش شلون تشوق. طبعا في الوان يكون فيها لمعه واضاءه شمري، وفي الوان مات مطفيه. بجرب لكم الحين مجموعه ثانيه وراويكم. شوفوا
شوفوا باليت أنستازيا الجديد اللي ياخذ العقل، خوخي مشمشي، وردي موف، طوبي أخضر، متكامل يموت، وفي كمان هنا على الجولد والروز جولد، خيال صراحة. يعني اختصرت كل شيء بهذا الباليت. طبعا أنستازيا أفضل آي شادو إلى الآن، أفضل أفضل، في بديل أرخص مع جودة أقل، لكن أنستازيا ظل الأفضل.